البارح كان هنالك حوار للمناجير العام سابق للمنتخب الوطني أمين لابدي في برنامج كرة تولك للزملاء في القسم الرياضي، وين أمين لابدي فتح الملف غياب ياسين إبراهيمي أو إبعاده عن المنتخب الوطني، وقال للزميل إبراهيم حنيفي بأن سبب الغياب هو التصريحات التي أطلقها ياسين إبراهيمي عقب الفاجعة نتاع الكاميرون، أين قال ياسين إبراهيمي بأن الحكم لا يتحمل المسؤولية وحده. طبعا تعرفوا الحكم قسما الله لا تربحوا قسما، فهذا الكلام بالذات جعل البعض يقول بأن أمين لابدي لا يتكلم عن فراغ وإنما عن معلومة. فبالماضي لم يسامح ياسين إبراهيمي يعني حتى الآن، ويبعده عن التشكيلة رغم أنه يؤدي مشوارا جيدا في الدوري القطري بسبب تلك التصريحات التي قال عنها بالماضي في ندوة صحفية عندما سئل. قال ياسين لم يشارك في المباراة، لا يعرف إحساسنا كيف ضيعنا المباراة بسبب الحكم في تلك المرحلة. فنناقش هذا الأمر ونناقش تصريحات وليد صادي، ولكن دعوني أرحب بزميلي الصحفي الرياضي زكريا بن هباج معنا عبر الهاتف. زكريا مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير قادة، مرحبا بوفياء الشروق وبمن وقعت عينهم الآن على قناة الشروق. أهلا بك زكريا. طيب زكريا، مبدئيا ما تعليقك على كلام أمين لابدي والقول بأن ياسين إبراهيمي مبعد لأنه تكلم عن الكاميرون بأن الحكم لا يتحمل المسؤولية وبالتالي بالماضي ما يزال غاضب عليه؟ ما قاله ياسين لابدي تحدث عن أن ياسين إبراهيمي الكلام الذي قاله ما كانش في وقته، مثل ما قال هو كان قادر يخلي الأمور تمشي أكثر. هو الآن راوي يرتكب تقريبا نفس الخطأ، لأنه هذا الكلام ما هوش وقته، خاصة مع قرب الإعلان عن القائمة الموسعة 50 لاعب والقائمة النهائية التي ستكون قبل الثالث جونفي، وهو ما أعلنت عنه الكاف في آخر بيان لها. ما تحدث عنه لابدي قال أنه ياسين إبراهيمي كان قادر يحمي زملائه، كان قادر يخلي الأمور تمشي. هو الآن يعيد نفس الأمر ويتحدث في وقت أنه نحتاج للهدوء، نحتاج لكل لاعبين. إذا كان ياسين إبراهيمي مسجل 12 هدف في البطولة القطرية في 8 جولات فهو لاعب يحتاجه المنتخب، بعيدا عن الأمور الأخرى. أنت تقول قادة أنه لابدي لا يتكلم من فراغ، عنده معلومات، من دون شك عنده معلومات، وهذا الأمر ربما بقي يحز في نفس جمال بالماضي، ولكن جمال بالماضي لم يقل ذلك صراحة، وهو لن يقول ذلك حتى لو كان أنه عنده جهة أمر من جهة إبراهيمي يقول، كان قادر ما يتحدث عن الأمر، لأنه خاصة أنه جمال بالماضي كان يحمل قاسمان مسؤولية الإقصاء تقريبا 90%، وإبراهيمي قال عكس ذلك تماما، قال أن بالحرف الواحد أتذكر حواره في قناة الكأس قال نعم الحكم أحيانا يخطئ ثم تدارك، وقال لا يجب تحميل المسؤولية للحكم، وأضاف أننا فشلنا جميعا وعلينا التدارك. هذا ما قاله ياسين إبراهيمي قال. صحيح، هو أيضا لا يمكن إسقاط الحجة التي يقدمها بالماضي، يعني لابدي وكأنه يتهم بالماضي بأنه يصفي حسابات أو يضع إبراهيمي في قائمة سوداء، رغم أن بالماضي سئل في الندوة الصحفية حول استبعاد إبراهيمي قال هو ضحية منصبه، وقد يكون هذا الكلام من الناحية الفنية منطقي إلى حد ما، وإن اختلف نعم معه نعم الأخصائيون. نعم راك قلتها قادة، كلام لابدي لا يخدم جمال بالماضي، لأنه جمال بالماضي خرج وقال صراحة وقارن مباشرة ياسين إبراهيمي بجويري ومحمد أمين عمورة، ولو أن البعض يختلف يقول لك المنصب تاع غويري وتاع أمين عمورة يختلف تماما عن منصب صانع الألعاب، ولكن برر ذلك وفي ندوة صحفية قبل ذلك قال اسألوا إبراهيمي إن كان لا يزال يريد يريد القدوم إلى المنتخب الوطني. ما قاله لابدي وكأنه يدير مشاكل الناخب الوطني، وما يش وقتها هو يلوم إبراهيمي على هذاك الوقت، والآن ما يش وقتها، نحن في حاجة للهدوء، رانا رايحين لتربص ربما سيكون في غينيا الاستوائية على تقريبا 90% حيكون في غينيا الاستوائية، عندك كأس إفريقيا، عندك تصفيات كأس العالم، هذا ليس وقته. جمال بالماضي الجميع يعرف أنه جمال بالماضي كيحب حاجة يقولها، لو كان عنده أمر مثل هذا كان يصرح مثل ما حدث في حادثة
دولور من قبل وحادثة عوار قبل ذلك.